صباح الخير البنات، كيف صحتوا؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بكم احسن حال ان شاء الله. المهم اللي ما شفتكم واحد البلوغ ان شاء الله يا ربي. نهار ديالنا كي كيدوز بلا رمضان، حيت هاد البلوغات الاخرانيين كاملين كانوا البلوغ ديال رمضان. كنقول لكم كي كيدوز النهار ديالنا بلا رمضان عادي في الدار اش كنعمل. يلا عاد فيقت دابا العشرة، قل 10 دقائق تقريبا، 10 الا ربع. غسلت عي وجهي، باقا ما درت لا كريمه في وجهي لا حتى شي حاجه. غسلت وجهي، غنجلس نفطر، ديك الساعه نوض نعمل شغل. ومهم اليوم غنحيد الديكور ديال رمضان ان شاء الله، هو باقي عندي محطوط كما حطيته، غنحيدو ونخبعو للعام الجاي ان شاء الله. يا ماشي رمضان، العيد العيد. وانا وجدت الفطور، انا غنوريكم شنو عملت اليوم. بدلت مره نوع الفطور ديالي، بهداك ديالي بدلته مره، حيت انا مثلا كنشرب قهوه في الصباح، كنشرب هذا الكافينادا ملي حبلت ولدي، بقيت كنشرب هذا الكافينادا صافي. ولفت ليلى بحق ديما ما نشربش القهوه، غنشرب غير الحليب بارده باش ما نزيد لا شي سكر، حيت في هذا رمضان ضعفت شويه. انا مسنسه في رمضان دائما كنطلع الوزن، وفي هذا رمضان ضعفت شويه، يمكن حيت جات مع حيت الرضاعه لولدي وبدلوا لي واحد النوع ديال الدواء ونقصوا لي شويه الكورتيسون. مهم يمكن هادشي كامل عنده علاقه بالحق. المهم ضعفت واحد شويه، شي 3 الكيلو تقريبا، وبغيت نبقى على هاد الوزن الا قدرت نزيد نهبط شويه. وانا كنشرب القهوه في الصباح، كنزيد لها السكر بزاف، وكناكل ديك الكرواسه بزاف وديك الشيء. واليوم قلت انا نبدل شويه الفطور، وولدي كيلعب لي في الفطور ديالي وكيخشي فيه الموس. انا وجدت راسي الكيكه، بلاتي نقلب الكاميرا. المهم انا وجدت راسي طرد الكيكه اللي كنت عدلت العيد، ديك اللي فيها الكركاع من داخل الشوكولات. المهم واخا فيها الشوكولات وهي كيكه بحق، ماشي بحال الكرواسه اللي عاد شفت الزنقه بروفيسور وديك الشيء. كويس الحليب بارد 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 بارد، ما سخنتو ما والو، انا الحليب سخون كيطلع لي قلبي. العيد درت لواحد بيكيني، وانا ماشي بيكيني، واحد جوج طروفات الخبز ديال مولدي باتي ديال السلمون، واحد طريطه في الجبينه هذيك اللي كيجيو مثلثه كلا منا شويه وباقي عاد كيكمله، وشويه ديال الحليبه بردت هي حتى هو ما كتعجبوش الحليب سخونه سبحان الله. المهم هنا عندي الدواء، قوات الدوايات اللي كنشرب. والمهم غنفطروا، ودايره انت تلفزيون مونيكوس شعلوا معنا الصباح والليل ونطلقوا مع الشغل بصح الدار. بنات هيدا صبحت لي الدار، هيدا صبح لي الكوميدور، الروينه ولدي داير لي الروينه باللعب بالوراق بالتقاشر ديالو، هذاك كل كيجبد كلشي من البيت ويسيب هنا، كيجبد لي الطويطاس من هذيك كيبقى يمسح بهم الحاجه. المهم صبحت الدنيا مقلوبه مره لما اكثر من دائما. عن جمع دابا كلشي، هادشي نقول ولدي يجمع معايا باش يتعلم، خصو يجمع. المهم ملي كنفيق ونجبر الدنيا هيدا كانت ستريسه مره بالحق. المهم انا اغلبيه الصباح كنصبح هيدا مقلوبه في الحقيقه، ما كنصبحش زعما ما انا ما فياش القاعده نجمع الدنيا في الليل باش تصبح لي مجموعه، بالعكس كنجمع في الصباح، كيجيني نجمع في الصباح، في الليل كنكون عيانه كما كتكون كتصحى. ماما درت الروينه، وجمع الروينه ديالك، يلا جمع، يلا جمع اللعب، يلا مامي لا رضا عليك كبيده، لا رضا عليك ماما. موي بيان دي نادا، غراسياس ليلك، يلا كلشي تما. باكيتات وصلوني من جوج باكيتات وصلوني، بغيت نوري لكم شنو وصلني. وصلتني هذه
من واحد الباخينه طلبتها، واحد الباخينه نسيت سميتها، بركه 11 وقيله، نخليها لكم هنا من تحتي. طلبتها كنت طلبتها بغيتها للعيد، نحطها في الطابله العيد، بحق ما وصلتنيش، وصلتني يلاه اليوم. المهم مزيونه بزاف، هيدا مخدومه باليد، هاد الزوق هذا الداخل، هاد الجناب وهاد الشيء لا، بالحق الزوق الداخل مخدوم باليد، وكتجي في هكا في السوبورت ديالها، حلوه مزيونه. وصلني واحد الباكيت داكور هذا، ما نفتحوش دابا، خليته نفتحو واحد الفيديو خاص ديال الي اكسبريس. وصلني من الشركه ديال تويش شيك، وصلني هاد الترمود الماء الولدي، الماء ولا العصير ولا شنو ما بغيتي. وصلوني هاد جوجة خنيشات، كتعمرو نتينا باش ما بغيتي، كتعمرو بفروتة ولا بشي مشروبة ولا شي بدانون، باش ما بغيتي كتعمرو، كتخشيهم في النبيلة وكتخرجو معاك، تقدر تعمرو بزاف المرات، ماشي كتعمرو مرة واحدة وتسيبهم. وبغيت نقول لكم في لاباج ديال تويش شيك هادي، نخليها لكم هنا لتحتي وفي صندوق الوصفة، عندكم واحد الكود ديال التخفيض، إلا استعملتو الكلمة إيمان جبيلو 55 غيديرو لك 55% ديال التخفيض على الثمن الأول، على الثمن الحقيقي. إلا كان شي حاجة مهبطين لها 20% أي وصلوا لك حتى 50% ديال التخفيض، ماشي غيديرو لك 55 على ديك 20%، غيديرو لك 55 على الثمن الأول. وباش إلا بغيتو تستافدو من هاد التخفيض، والعالم كامل كيفرقوا، العالم كامل يعني الا كنت في المغرب ولا في اسبانيا ولا فين ما كنتو كيفرقوا. وبغيت نوريها لكم باش لا بغيتو تستافدوا منا، عندهم بزاف ديال الارتيكولوز، بزاف ديال الحاجات تقدروا تشريوهم. والمهم نخلي لكم هنا الكود ديال ديسكونتو. دابا عاد دوزت سبيلادور وجمعت شويه كومودور، باقي خصني ندوز على هاد الجهه ونحيد الديكور ديال العيد. ولدي نعس، استغلت هاد الفرصه اللي ولدي نعس فيها وباش ندوز السبيلاتور. والمهم هذا ما كاين البنات، البارح طيبت اللوبيا ودابا انا نسخنها ونتغدى دابا انا وامير، الراجل اللي كيتغدى في الخدمه. المهم اللوبيا انا كنطيبها بلا كندير لا الحام لا الجداد لا حتى شي حاجه، كندير لها البطاطا والخزو وكتجي لذيذه، هذا كتعجبني احسن من اللحم. ودابا نسخنوا امامي ديالي تما، حنا عندنا كل ولدي هنايا، فين خصك ميمي؟ فاين هنايا؟ انا عندك ولدي ميمي تما، بالي قولي بالي بالي ايوا. المهم نتغداو نجبد واحد شويه واقيله، كنحس براسي شويه عيانه. المهم البنات ولدي كيتفرج التلفزيون، كيحمقو يدير فيديو في اليوتيوب ديال الشطيح، كيحمقو الشطاح، كيهبل الشطاح. الا كنتو متبعيني في انستغرام كنعلق بزاف مرات ستوريز ديالو كيشطاح. عندي حوايج غنطويهم، غنطوي حوايج غندخل ندوج ونلبس عليا ونعدل عليا راسي باش غنخرج مع راجلي، اول مره غنخرجو بثلاثة بينا. المهم البنات، الاميره لبست له هاد السروال كحال من ثارة، واقيلا ما خفت نكذب، من ثارة لبست له هاد الكاميسيتا باقا جديده من ليفتيس، كنت ديتها بأورو 99 في التحفيظ، مزيونه بزاف حيت عندها هادو بحال مخيط بحال خارج. وعن لبست له تقشرات اللون ديال الكاميسيتا نيت وبركاطه كحله ديال نايك، انا كندون عيجي اللوك مزيون بزاف. المهم البنات انا هما لبست بس هاد القميجه، شكون شريتها في بريمارك، مزيونه بحقيقه، الفورمه ديالها هيدا بحال شويه وسيفعه طويله من لوري. لبست هاد السروال من مانجو، ولبست هاد الصنداله كنت شريتها من جيس، كنت شريتها من اوتليت، كانت قامت لي رخيصه مره ب 29 يورو واقيله، والثمن ديالها شي 90 كان. المهم انا الصنداله ب 90 يورو ما نشريهاش، بحق 25 عجبتني مزيونه مريحه بزاف، لبست العام اللي فات الصيفيه اللي فاتت. وهذا الاوتفيت ديالي، ما لبست حتى شي حاجه من فوق حيت صعب بزاف، ولابسه هاد الخريقه ديال الشيفون، كنت شريتها في المغرب، دائما كتسقسوني على الخروق ديالي، كنت شريتها في المغرب عند هاد الجنيبات. امامي كتسلم عليا انت وباباك ياك، واخا عليكم واخا، هاي 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 ولدي كيقول لي هاي هاي. المهم هاد الخريقه فيها هاد الحجرات هيدا في الحناب، كنت شريتها في المغرب. المهم هيدا ماشي مرحلين، الكرسي طلعناه للدار حيت هاد الايامات كانت السرقه بزاف دايره، وحيدنا من الكرسي من الطوموبيل حيت كانوا سرقوا شي جوج ولا ثلاثه الطوموبيلات في الحومه ديالنا وطلعناه للدار. دابا خصنا نوليو نديو على الطوموبيل.
هذه 8 7 هذه العشيه 7 وزياده، وشوفوا الشمس باقا مزنقعه مصنقعه 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 العربيه جو غزال حقيقه والله الا عم بقاو نخرجوا بزاف ياك مصنقعه جو مصنقعه. كتجيني في الشكل نخرج ثلاثة بينا في الطوموبيل ياك غادي كتجيك في الشكل تخرج كاملين بينا في الطوموبيل وخارجين نتسالو شي حاجة شي إحساس غريب واخا بحال كنتي كونينا بحال كنت في شي حابس ولا شي حاجة واخا كنا كنخرجو كنت كنخرج أنا بوحدي كان كيخرج زكريا بوحدو بحق هيدا مع بعضياتنا ما من اللي وقعت شي ما خرجنا شنو؟ بقى سيدك و واش ندير؟ شو زعما لا دوسي ديفوني؟ غندير بحال قال ترامب كنا خايفين شافوا لي ملي جا قتل بيت شندا والله الا ترامب قال لك من اللي قال لك من اللي قال لك لا الاخيه قال لك من اللي الاخيه كتقتل الفيروس علاش ما تشربوش شي؟ لا ديروا هذا في الاخر في البالكونه يضربوها الوساقه اللي ديروها في البالكونه يضربوها في البنادم اي خنيار هذاك هو الطاور بصح لا الدنيا عامرة زعما في الحقيقة في الزنقة الدنيا ما عامرة كلشي خارج بنات جينا لواحد البارك هنايا اوه ويتي ويتي كيسك الطونوبيل المشكليطة ديالو مول بيه مامي جينا لواحد البارك كبير هنايا كاينة في المدينة فين ساكنة أنا وغزال غزال غزال احنا صحابنا جبروه مش جدود ساعة مفتوح كاينة بزاف الناس في الزنقة ما كيبان لكمش الضو مورانا الشمس المهم بارك غزال احنا نزيدو نقربو نوري لكم بلايص فيه واعرين مزيون بزاف 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 جانا شوية قريب شوية ماشي قريب ما تقدرش تمشي على رجلك بحق الطوموبيل قريب مرة خمسة دقايق كوانتا خنتي ديو شوفوا شوفوا شحال الناس يا عباد الله طلقونا كاملين بحال بحال ما كيطلقوا ديك يسرحوا شنو كيقولوا لهم هذوك اللي كيسرحوا الغنم 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 يسرح واه هما حنايا جلسنا البنات نشربوا شي حاجه في هذه القهوه المهم انا جلست حقيقه عاد خصهم يديو هذا الشيء الراجل اللي طلب وجالس واقف كيتسنى يجيو يمسحوا النساء وهذا الشيء وصافي الدنيا عامره مطرطقه 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 بالناس كاينه ما كايناش حتى فين تجلس كلشي عامر وبين الناس كان خصهم ما يفوقاش يوقع هذا الشيء قلت لكم بين الناس كانوا خصهم ما يفوقاش يوقع هذا الشيء فوقاش يفتحوا لنا نخرجوا حيت حنايا اليوم عندنا اول نهار يفتحوا عندنا القهاوي ويفتحوا اليوم اثنين اليوم ثلاث البارح اول نهار باش فتحوا قهاوي وفتحوا مهم قدروا نخرجوا مع بعضياتنا انا وراجلي وولدي قبل ما كناش كنقدروا نخرجوا نقدروا نخرجوا غير واحد الانسان ماشي كثار فهمتوا ايوا المهم نشربوا شي حاجه نطلعوا على الماء بارد هي العطاش ونوضوا نزيدوا نتمشاو على هذا البارك مزيون المهم البنات عاد جينا دابا من الزنقة دابا 10 وزيادة وقيلة لا 9 وزيادة المهم تعطلنا بزاف في الزنقة عاد خصني نوجد العشاء بونو العشاء نوجد الغدا اللي كدير راجلي غدا حيت راجلي كيدي مع الخدمة الغدا وخصني عاد ندخل للكوزينة ونوجدها غندير
بطاطا لو بوبري. كنت عملت واحد البلوك رمضان كتجي مقليه شويه في الزيت ومن بعد كتخشى في الفران، وعندير السلمون في الفران. والعشاء زك كليا المهم راجلي مشى يجيب البوكاطاز ديال عند واحد المغربي كيبيهم مزيونين لذات بزاف، ونتعشاو على كسكروت من عند المغربي. انا طلبته الجداد، انا خصني الجداد فيه البطاطا والبيض والجداد صافي، هو ما عرفتش شنو عاد يدير فيه وصافي. هادشي اللي غنعمل دابا ندخل الكوزينه نطيب داك الشيء. انا حيت كنخدم كان شويه مقلوبه يعني في الغداء، في النهار ما كنوجدش الغداء حيت كنكون وجدته في الليله قبل، كنوجد باش يدي راجلي معاه، وكنوجد مره وكنوجد حتى راسي يعني لا غدا في ساعه الغداء ما كنوجدش الغداء. والعشاء شي مرات كناكلو شي حاجه خفيفه، شي دانون ولا شي شلاضه ولا شي حاجه بحال هيدا وصافي، ما كنوجدش ما كنديروش العشاء شي حاجه متعقده بزاف، وكنديروا المريندا طبيعه الحال، ملي كنديروا المريندا ما كنديروش العشاء. والمهم العلقه مع راجلي اليوم فرح بزاف 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 في الزنقه، ما عرفتوش شنو عمل بالفرحه. المهم فرح بزاف تبارك الله، وانا فرحت شفت هذاك فرحان، عجبني الحل. والمهم هذا ما كان. المهم البنات غنغسل وجهي باش نمشي النعاس، عييت في الحقيقه اليوم. كنغسل وجهي بزيت الكوكو هو الاول، زيت الكوكو كنحيد به المكياج الكبير، ومن بعد واحد الفوطه بحال هذه، ماشي فوطه هي بحال خريقه ديال الميكروفيبرا، كنفزقها بالماء سخون وكنحيد ديك زيت المكياج كامل. ومن بعد كنستعمل هذا الجل هذا من لندن، كنت شريته انا في لندن وعجبني بزاف، ومن بعد ملي جات مرات خاي وخاي جاو من لندن عندنا قلت لها تجيب لي معاه، وعجبني بزاف 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 بزاف. هنا كيتباع في بريمور، دابا ولاو كيبيعوا في بريمور اونلاين، بعدا كيتباع في الحانوت ما يفتحوا ما نعرف واش غيكون. ومن المور ما كنغسل بهذا كنرش طونيكو، دابا كنت كنرش هذا ديال كنت كندير هذا ديال سيفورا، دابا وليت كندير هذا ديال ميركادونا كيعجبني بزاف بزاف بزاف. وصافي من بعد كندهن الكريمه ديالي ديال الترطيب والكريمه ديال العينين هذه. المهم بعد الروتينه ديالي هذه ديال العينين وهذه ديال الترطيب وصافي، هادشي اللي غنعمل ونمشي ننعس. نمشي نرتاح شويه، نتمنى يكون عجبكم، الا عجبكم ما تنساوش تدعموني ديروا لي لايك، تخليوا لي كومونتير ديالكم، تبارطاجيو اللي بغيتو، ما تنساوش ديروا فولو في القناه ديال القناه لا في الحساب ديالي ديال انستغرام، غنخليه لكم هنا تحتي، تما كنشارك اليوميه ديالي كامله من الصباح حتى الليل، ونتسناكم تما. والمهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، باي باي.